الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب ويوجه بنقله إلى مصر ورعايته طبياً. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتشدد على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية. برنامج الغذاء العالمي يقول إن الوضع في غزة ينهار والمساعدات لا تلبي سوى 10% من احتياجات سكان القطاع. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أربعون يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة حولت القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة في ظل انقطاع الماء والكهرباء ونقص الوقود وندرة الغذاء. 40 يوماً وما زالت وتيرة دخول المساعدات بطيئة وسط تخاذل دولي رغم قرار مجلس الأمن بإعلان هدن مؤقتة وفتح ممرات آمنة أمام المدنيين، فيما تكثف مصر من مساعيها لتقليل وطأة هذا العدوان على أهل غزة. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووجه الرئيس السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في إحدى المستشفيات المصرية. كما وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة. خلينا امشي لكم الجبل. شو يسافر يطلع؟ مع المصريين يطيبونه. طيب يا شيخ، ايش في عمي؟ انا رجلي صار على رجلي، يعني كل شيء 100%. ليش وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير الصحة والسكان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لنقل 35 طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية. وأشار وزير الصحة إلى تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات على معبر رفح من أجل استقبال هؤلاء الأطفال في إطار سعي مصر لإنجاح جهود إجلائهم. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، بعد التحية فندم، في البداية لو تطمئننا على حالة الطفل عبد الله المصاب في ساقه اللي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استقباله وعلاجه. الحمد لله، بناء على استجابة السيد الرئيس لاستغاثة الطفل عبد الله كحيل على مواقع التواصل الاجتماعي الذي طلب فيه أن يتم علاجه في مصر، الحمد لله النهاردة سيارات الإسعاف المصرية استقبلته في معبر رفح مع الطواقم الطبية، وهو في طريقه الآن لمعهد مصر لتوقيع كشف كامل عليه من مجموعة من التخصصات في العظام والجراحة العامة وجراحة التجميل للبدء في علاجه فور وصوله إلى معهد مصر. دكتور حسام، عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن سيارات الإسعاف والحضانات المجهزة لاستقبال الأطفال والمصابين عبر معبر رفح المصري.
يعني ايضا هناك توجيهات من السيد الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان بالاستعداد التام لاستقبال الاطفال المبتشرين الموجودين في القطاع. احنا في وزاره الصحه تم تجهيز اكثر من 35 سياره اسعاف مجهزه بحضانات متنقله موجودين الان داخل المعبر في انتظار وصول الاطفال لنقلهم الى المستشفيات المصريه. ماذا عن جاهزية المستشفيات في شمال سيناء؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك أكثر، وهل يعني لدينا حصر لعدد المصابين المتواجدين في المستشفيات المصرية في هذا التوقيت؟ تأكيد لدينا حصر لأعداد كل المصابين الموجودين في الأراضي المصرية. المستشفيات في شمال سيناء الحقيقة مؤهلة على المستوى التجهيزي وعلى مستوى التشغيلي وكذلك على مستوى الطواقم الطبية. الطواقم الطبية الموجودين هم من أكثر الطواقم الطبية الاستشارية سواء من أساتذة الجامعات المصرية أو من استشاري وزارة الصحة للتعامل مع حالات الإصابات المتعددة. بالإضافة إلى أن احنا بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيد الرئيس كان هناك أيضا تفيد للسيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار برفع وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للأشقاء في القطاع، وبناء عليه تم إعادة إمداد المستشفيات في شمال سيناء وزيادة الكميات التي تم إمداد المستشفيات بها سواء من المستلزمات أو الأدوية أو الأكسجين أو الدم بما يتناسب مع التوقعات التعامل مع هذا الحدث. إذن فهناك مساعدات مستمرة في الدخول عبر معبر رفح عن طريق مصر والقطاع الطبي في مصر. المساعدات بتمر عن طريق الهلال الأحمر المصري سواء هي مساعدات مصرية خالصة أو مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة التي تقوم بإرسال مساعدات إلى العريش حيث يستلمها الهلال الاحمر المصري يدخلها بدوره من خلال المعبر الى الهلال الاحمر المصري. صحيح، جزيل الشكر لحضرتك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا لك. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، مشيدا بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها حتى تصل إلى الأشقاء في قطاع غزة. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، والإشارة إلى توجيه الرئيس السيسي بتوفير 650 طنا إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة. رحبت مصر بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة توقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين لا سيما النساء
والأطفال وكذا العاملون في المجالي الطبي والإنساني. وشددت مصر على ضرورة إطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن قرار مجلس الأمن بشأن هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. وأضاف أبو الغيط أن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال. وطلبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكدة أن هذه الخطوة لابد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقق وقف فوري لإطلاق النار. وعقب صدور قرار مجلس الأمن بشأن غزة، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه كان يفترض على مجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة. وشدد منصور على ضرورة التوقف الفوري للقصف الإسرائيلي والتوغل الهمجي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال دمر مستشفيات غزة وبات الشعب الفلسطيني هناك يفتقر للمياه النظيفة والغذاء والدواء. للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تخلى مجلس الأمن الدولي عن صمته وتجاوز انقساماته بشأن هذه الأزمة التي تجاوزت يومها 40، ووافق المجلس على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات. القرار الذي صاغته مالطا وتم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت يطالب جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين ولا سيما الأطفال. كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وفي كلمة له خلال الجلسة قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة. وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن الوضع في قطاع غزة، لقيت 4 مشاريع قرارات متتابعة رفضا في أكتوبر الماضي، وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض الفيتو. وبدأ مجلس الأمن بدفع من الأعضاء 10 غير الدائمين مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي بين وقف إطلاق نار إنساني وهدنات مؤقتة. شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته فجر اليوم سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمناطق الشمالية للمدينة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. كما أضافت المصادر أن طائرات الاحتلال تشن غارات كثيفة في بيت لاهية ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف. وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول والتي تضم عشرات النازحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص. وقالت المصادر إنه لم يتسنى إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي. So, and also this...
للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف اللواء واصف عريقات الخبير العسكري الفلسطيني من رام الله. سيادة اللواء، بعد التحية صف لنا الأوضاع الآن في غزة. مساء الخير. يعني ما زال الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر الحرب، يقصف، يدمر، يستخدم الطائرات عن بعد، يستخدم المدفعية عن بعد، يحاصر المدنيين، يقتل كل مناحي الحياة، يستهدف المستشفيات، وكل هذا من أجل أن يتجنب المواجهة مع المقاومين الفلسطينيين في الميدان. هناك حتى الآن عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، لذلك يخوض معركة انتقام ومعركة ثأر من المدنيين. يركز على المدنيين لأنه يعتقد بأن الضغط على المدنيين هو ضغط على المقاومة الفلسطينية، ويمكن أن يؤدي إلى تهجيرهم ونزوحهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى هو يهدف إليها. ولكن أنا بتقديري المقاومة الفلسطينية حتى الآن تمسك زمام السيطرة والقيادة، وتمسك زمام المبادرة، وتستدرج الجنود الإسرائيليين إلى مناطق تكمن لهم فيها وتوقع فيها خسائر كبيرة. والدليل على ذلك أن إسرائيل نفسها تتحدث عن ارتفاع عدد الخسائر في صفوف الدبابات والآليات وفي صفوف الجيش الإسرائيلي. صحيح أنها لا تعلن عن الأرقام الحقيقية، ولكن هي توحي بأن الأرقام في تزايد مستمر، وهذا ما يقصر عمر الاحتلال ويربكه ويمنع من تحقيق أهدافه. ما زال الجيش الإسرائيلي في حالة الحركة وفي حالة عدم الثبات والسيطرة على الأرض، وهذا يعتبر فشلا وهزيمة عسكريا، مما دفعه بالأمس إلى الذهاب إلى مستشفى الشفاء واقتحامه، وهو اليوم يقتحمه مرة ثانية. نعم، ويحاول أن يلتفت. صحيح سيادة اللواء، يعني في رأيك كيف سيكون الوضع بعد قرار مجلس الأمن؟ يعني إسرائيل لا تكترث بقرارات مجلس الأمن، ومجرد صدور قرار مجلس الأمن هي رفضته وقالت. يبدو أنه انقطع الاتصال من المصدر. كان معنا عبر الهاتف اللواء واصف عريقات الخبير العسكري الفلسطيني من رام الله. أعلنت مديرية الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتخريب مجمع الشفاء الطبي وتدمير أجهزة لا تتوفر إلا فيه. كما أضافت مديرية الصحة في غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر وبأعداد كبيرة مقر المستشفى، مؤكدة عدم وجود أي عتاد أو سلاح في المستشفى كما يزعم الاحتلال. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتواصل معاناة المدنيين الفلسطينيين حتى فيما يتعلق بتلقي العلاج والرعاية الطبية الضرورية. وتقع المراكز الطبية في قطاع غزة منذ أيام عدة في قلب القتال الدائر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ومن بين أهم هذه المراكز الطبية مستشفى الشفاء الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية تستخدمه لقيادة عملياتها العسكرية، وهو ما تنفيه الفصائل. ويضم مبنى مستشفى الشفاء الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1946 أيام الانتداب البريطاني، يضم 3000 مدني لجأوا للاحتماء فيه و400 من مقدمي الرعاية الطبية، وجميعهم يعانون من أوضاع مأساوية زاد من صعوبتها شن جيش الاحتلال عملية دقيقة داخل المستشفى الذي شهد تدميرا شبه كامل في بنيته التحتية الرئيسية بما فيها قسم أمراض القلب وخزانات المياه ومعدات قسم الولادة ومستودع تخزين الأكسجين الطبي. الأوضاع في مستشفى القدس لا تختلف كثيرا، إذ توقف العمل بالمستشفى بعد نفاد احتياطي الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية
قبل إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء الأطباء والمرضى من المستشفى المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبدوره شهد المستشفى الإندونيسي الواقع في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة شهد استشهاد 30 شخصا في المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي زعم أيضا استخدام المستشفى من قبل الفصائل الفلسطينية كمركز للقيادة وإطلاق الصواريخ. وفي مستشفيي الرنتيسي والنصر المتخصصين في تقديم الرعاية الطبية للأطفال، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عمليات لاستهداف قادة الفصائل، وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام أقبية المستشفيات لإخفاء الأسلحة والمحتجزين. وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة أصبح مرضى مستشفيي الرنتيسي والنصر في الشوارع بلا رعاية بعد الإخلاء القسري لهم، ليصبح مصيرهم مجهولا كحال أكثر من 2 مليون مواطن يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجيرهم لتصفية القضية الفلسطينية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة، مضيفة أن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية. وأضاف مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك بيرنن أن إحدى العقبات تتمثل في افتقار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى، لافتا إلى انفتاح مصر بشأن عبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في عملية إجلاء المرضى حال توفير الضمانات الأمنية اللازمة. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد اقتحامه، وزعم مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية منه. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية، وزعم الناطق أن مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء نحال عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة 6 أشخاص من قوات الأمن الإسرائيلي في هجوم على حاجز عسكري للاحتلال يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأشارت شرطة الاحتلال إلى خطورة حالة أحد المصابين 6، لافتة إلى توقيف 3 مهاجمين. شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق لا سيما في جنان وطوباس. وأعلنت كتائب القسامة في جنان أن مسلحيها خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية فجر اليوم في غرب جنان، وأظهر مقطع فيديو فلسطينيين يطلقون النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من بلدة كفر دان غرب جنان. وفي طوباس جنوب شرقي جنان اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام مخيم الفارعة. قالت مصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في الضفة الغربية حتى هذه الساعة. وصفت الخارجية الفرنسية عقب عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بأنه سياسة إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوغاندر أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. Voilà, donc vous avez l'agenda de Madame Catherine Colonna à l'écran. Le premier point que je voulais aborder avec vous. أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أهالي غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع. وأوضح البرنامج أن توفر المياه النظيفة يشكل أيضا تحديا كبيرا، مضيفا أن جملة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى.
لا غذاء ولا ماء ولا وقود ولا مستلزمات طبية، هذا هو حال قطاع غزة بعد نحو 40 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي طال البشر والحجر وحول الحياة في غزة إلى كابوس لا يطاق. برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حذر من أن جميع سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأن مخاطر طبية وصحية عديدة بدت تواجههم في ظل عدم قدرة سكان القطاع المحاصر على الحصول على الطعام الصحي والمياه النظيفة وسط تعطل المرافق الأساسية الأخرى. البرنامج يرى أيضاً أن أهالي غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، نظراً لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام والتغذية، مما يضعف جهازهم المناعي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، بينما أغلقت المخابز أبوابها، هكذا حذر برنامج الأغذية العالمي، لافتا إلى أن توافر المياه النظيفة يشكل أيضا تحديا كبيرا، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن جملة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة ليست كافية ولا تمثل سوى خطوة أولى، ودفع غياب الخدمات الأساسية في القطاع السكان إلى أساليب بدائية في التنقل وفي تأمين وسائل الطاقة، ناهيك عن تهديد جديد يواجه النازحون الذين يعيشون قصة عنوانها الفرار من القصف الإسرائيلي نحو واقع تنعدم فيه شروط الحياة، وهو انتشار الأوبئة بشكل مؤكد في ظل اكتظاظ المخيمات والملاجئ بالأشخاص، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، إلى جانب انعدام توفر المياه النظيفة للشرب، مما يجعل الاستحمام من أمور الرفاهية في واقع صحي يزداد سوءا يوما بعد يوم. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 368. وسمح الجيش الإسرائيلي بإعلان مقتل ضابطين من اللواء 401 في معارك شمال قطاع غزة، كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة في معركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة موقف مصر الثابت بشأن دعم الشعب والقضية الفلسطينية. وخلال لقائه مع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، أشار محافظ شمال سيناء إلى أن مصر لم تتخلى أبدا عن أشقائها العرب وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر تقوم بدور كبير لاحتواء التصعيد في قطاع غزة. من جانبه وجه السفير الفلسطيني لدى القاهرة الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في خدمة العرب والفلسطينيين، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات المتنوعة إلى أهالي القطاع وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية. نرحب بالإخوة أهالي فلسطين، وبنأكد معاهم وبنوعدهم إن إحنا دايما هنكون السند الأمين لهم في كفاحهم المشروع ضد العدو الإسرائيلي. نحن جئنا اليوم ونحن وأنتم على خط التماس المباشر مع أهلنا وشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر، واليوم تطوي الحرب يومها 40. هذا اليوم
حتى هذه اللحظة لا زالت القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل وآلتها العسكرية الحربية تقصف وتدمر وتقتل وتستهدف كل شيء يمت للوطنية الفلسطينية بصلة. حتى هذه اللحظة لدينا أكثر من 50,000 مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب ومفقود ما زال تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة. دشنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب للشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في إطار استمرار تقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة. وتم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولهم كل الشكر والتقدير، بقيمة 400,000 دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك وفقاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة. احنا اليوم في ظل الاجواء الحزينه اللي بتمر بها الامه العربيه وبمر بها الانسانيه عموما بصوره عامه، نلتقي اليوم في مقر الهلال الاحمر المصري لكي ندشن قافله المساعدات الانسانيه المقدمه من جامعه الدول العربيه، قطاع الشؤون الاجتماعيه، من مجلس وزراء الصحه العرب، مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب. هذه القافله التي تشمل مجموعه كبيره من المواد الغذائيه وايضا من الادويه والمستلزمات الطبيه ومواد الاغاثه مقدمه الى اشقائنا المنكوبين في غزه. رساله تضامن منا واستكمالا لرساله الهلال الاحمر المصري الذي بدات منذ بدايه الازمه، الهلال الاحمر المصري يقوم بالتنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني لتقديم وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في غزة. هي رسالة إلى المجتمع العالمي، إلى الهيئات الدولية، إلى كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أن المساعدات الإنسانية لابد أن تكتمل ولابد أن نساعد بعضنا البعض في إنفاذ هذه المساعدات ووصولها إلى المحتاجين والمنكوبين في غزة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله تعالى. وحول هذا الحدث مراسلنا رامي محمد وفانا بهذه الرسالة. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مقر الهلال الأحمر المصري، حيث تدشين قافلة المساعدات الخاصة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والهلال الأحمر المصري وعدد من المؤسسات الطبية والصحية المصرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار للجهود المصرية والجهود أيضا العربية التي تتمثل في عدد من المساعدات الإغاثية والطبية وأيضا المساعدات الغذائية لإخواننا في غزة جراء هذا القصف وهذه المذابح التي ترتكب بحقهم من الاحتلال الصهيوني. وإذا تحدثنا عن ما جرى اليوم من جولة لوزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات الحضور خلال هذه القافلة وتدشين لهذه القافلة التي بها العديد من المواد الغذائية والإغاثية والطبية وغيرها، استمرار للكثير من الجهود التي بلغت أكثر من 10 طن من المساعدات التي تقدمها مصر وأيضا العدد من الجهات المصرية سواء الطبية والإغاثية لإخواننا في غزة عن طريق معبر رفح. هذا هو المشهد في تدشين هذه القافلة من مقر الهلال الأحمر المصري. رامي محمد، عودة إليكم. أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر أنه يجرى التنسيق لاستقبال مساعدات إنسانية دولية مخصصة لقطاع غزة عن طريق البحر بجانب مواصلة استقبال المساعدات جواً وبراً. وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن قطاع غزة لا يزال يحتاج إلى كثير من المساعدات، لافتاً إلى أن ما تم إدخاله إلى القطاع يعد نقطة في بحر احتياجات الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أعداد نقابة الأطباء فريقا طبيا كبيرا استعدادا للدخول إلى القطاع في حالة توقف العدوان الإسرائيلي.
توجهت الطائرة 21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة أهالي غزة إلى مطار العريش محملة بأربعين طنا من المساعدات الإنسانية. وأشار عمر الثويني نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة إلى وجود تنسيق مسبق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني بهدف تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين في مختلف النواحي. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل كريم بيبرس. كريم، بعد التحية ضعنا في المشهد لديك وحدثنا أكثر عن يعني استقبال المصابين وأيضا دخول المساعدات إلى معبر رفح اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. نبدأ بالخبر الأبرز اليوم وهو دخول الطفل الذي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وناشد الدولة المصرية ليتلقى العلاج هنا في جمهورية مصر العربية. فوجه فورا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة نقل المصابين الأطفال إلى مستشفيات المصرية، وبالطبع بجانب ذلك الأطفال الصغار الحضانات ليضعوا في يتم وضعهم في الحضانات المختلفة في المستشفيات العامة، ولكن تحديدا الطفل عبد الله صاحب الإحدى عشر عاما الذي ناشد جمهورية مصر العربية بشكل مباشر وصل بالفعل إلى الأراضي المصرية وتحول بعد ذلك إلى مستشفى معهد ناصر، ربما قد يكون على وشك أن يصل الآن إلى مستشفى معهد ناصر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا بعد دخول الطفل عبد الله الفلسطيني إلى الأراضي المصرية وصل عدد المصابين الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية إلى 9 مصابين حتى الآن يتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا نتحدث عن الشاحنات المختلفة. الشاحنات أيضا يعني تم تجهيز ما يقرب من 100 شاحنة. بالفعل هذه الشاحنات دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية، ولكن ما زال إجراءات تفتيشها من قيام قوات الاحتلال ليتم السماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية جاري الآن، ولم يستقبل الهلال الأحمر الفلسطيني أي من هذه الشاحنات حتى الآن. الفكرة الأولى أن شاحنات الوقود يعني ليست كافية لنقل هذه الشاحنات من جانب الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الأماكن المحتاجة مثل عن طريق الأونروا طبعا، ولكن الشاحنة الأولى التي دخلت بالأمس شاحنات الوقود يتم استخدام هذا الوقود لهذه الشاحنات ليتم نقل هذه المساعدات. بالإضافة لذلك مطار العريش الدولي ما زال يستقبل أيضا الطائرات والمساعدات المختلفة. نتحدث عن 5 طائرات وصلوا بالفعل إلى مطار العريش الدولي، منها بالطبع طائرة من الإمارات، طائرة من الكويت كما ذكرت من الجسر الجوي، طائرة من عمان، طائرة من روسيا، ولكن طائرة الروسية محملة بشيء خاص وهي يعني محطة تحلية للمياه، وهي سيتم نقلها إلى قطاع غزة لتساعد على فكرة شح المياه المتواجد داخل قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا كان هناك زيارة اليوم للسفير دياب اللوح وهو السفير الفلسطيني في جمهورية مصر العربية، استقبله محافظ شمال سيناء اليوم وقاموا بجولة في معبر رفح وأيضا مستشفى العريش وعدد ومستشفى الشيخ زويد الميداني ليتفقدوا المصابين من الأشقاء في فلسطين أيضا ويرسل لهم السلامات المختلفة. قاموا بهذه الجولة ثم تحرك بعد ذلك السفير الفلسطيني من محافظة شمال سيناء ليعود مرة أخرى إلى القاهرة، لكن هذا لا يمنع أيضا فتح بوابة معبر رفح طوال الوقت لاستقبال المصابين. سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصري. أيضا الشاحنات دخلت بالفعل كما ذكرت ليتم تفتيشها من قوات الاحتلال، وأيضا الرعاية الكاملة في جميع المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال الأشقاء في فلسطين. جزيل الشكر لك الزميل كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من العريش. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جان دينال البلجيكية الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا. تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجا وات.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق طارئ ملزم لتصنيع السيارات في مصر بين الحكومة المصرية وشركة جلوبال أوتو المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر. وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة. كما أشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. نظم التحالف الوطني بالقليوبية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا تحت شعار معا لجني ثمار 10 أعوام من التنمية والعمل الجاد وبناء الجمهورية الجديدة. في نسختي الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، وذلك لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية لجمهورية مصر العربية. المؤتمر الرابع للتحالف الوطني كان مؤتمر حاشد لأمانة التحالف الوطني بالقليوبية بقوة حزية فوق 7000 شخص، حشد بالألاف، وده في لوحده رد إيجابي عن كل الناس وراء القيادة السياسية لمصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اللي عمله في 10 سنين أو 9 سنين ما اتعملش في 50 سنة، ده حقيقي. بحضور نحو 6000 شخص وعدد من قادة الرأي بالمحافظة، تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل مصر، ومنها محافظة القليوبية وهي المحافظة الرابعة التي استقبلت انعقاد المؤتمر. التحالف الوطني بيقول إن له ثوابت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة إن شاء الله، وطبعا كلنا وراء القيادة السياسية بكل قوة وكل ما نمتلك. نزلنا ومشاركتنا حماية، نزلنا ومشاركتنا حصانة المشروع دولة 30 يونيو الوطنية، مشروع كلنا اجتمعنا وتوافقنا عليه منذ يونيو 2013. يأتي مؤتمر القليوبية ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظات مصر، حيث يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية. وجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانا بالكامل بالتساوي بكافة وسائلها. يأتي ذلك دعما وتشجيعا للعملية الانتخابية وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة. أعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران عن ترحيبها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي بكافة وسائلها إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص. وتوجهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه المبادرة، مؤكدة أنها تعكس الحرص على المهنية واحترام حق الجمهور في المعرفة وحق المرشح في الوصول للناخب، مطالبة جميع المؤسسات الإعلامية الرسمية بأن تحذو حذوها.
توجهت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص. وأشادت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بقرار الشركة المتحدة مشيرة إلى ما يمثله القرار من أداة هامة للوصول إلى الناخبين بسهولة ويسر، نظرا لما تتمتع به قنوات الشركة المتحدة من نسب مشاهدة عالية. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا تحت عنوان مصر تختار رئيسها، انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية. ناقش الصالون عددا من المحاور، منها أولى خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح، وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملات المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية. الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هي حملة يعني منفتحة على الجميع، منفتحة على جميع القوى السياسية والحزبية والكيانات الشبابية، منفتحة على جميع الكيانات اللي يعني الوطنية المصرية، وده ظهر بوضوح في اختيار هيئة مكتب الحملة الرسمية اللي كان بيضم مجموعة من الأحزاب والكيانات السياسية والكيانات الشبابية والمؤسسات الوطنية اللي هي يعني مهتمة بالعمل العام. الحملة سريعا أهم ما يميزها هو الشباب، تواجد الشباب. إحنا الحملة يعني خلينا نتكلم عن نفسنا شوية، إحنا أكتر حملة في اعتقادي بيخرج منها شباب، بيتحدث عنها شباب، في صدارة المشهد شباب، المتحدث الرسمي أو الاثنين المتحدثين الرسميين من الشباب، منهم زميلتنا أميرة صابر عضو التنسيقية، المتحدثين اللي بيظهروا في الإعلام بشكل دائم أغلبهم من الشباب. المؤتمر اللي عرضنا فيه برنامجنا الانتخابي، البرنامج اللي عرض الأربع ملفات فيهم من الشباب، منسقين كل ملف من ملفات البرنامج هم من الشباب، اللي كتبوا أكتر من 80-90% من البرنامج هم من الشباب. إن الشباب هم قوة أساسية في حملة الدكتور عبد السند يمامة، واحنا بناخد قوتنا من شيوخ الوفد. حمله الدكتور عبد السند يمامه فيها تنوع مختلف من شيوخ الوفد ومن اعضاء الهيئه العليا ومن الساده النواب الحزب. خليني اقول لك كمان ان احنا عندنا 27 لجنه شباب على مستوى الجمهوريه، جميعهم متصلين باللجنه المركزيه للحمله الانتخابيه، مشرفين على الدعايه الانتخابيه، مشرفين على تجهيز المؤتمرات، على البيانات الاعلاميه، حتى الشباب الموجودين في المركز الإعلامي فهم من شباب الوفد. اتبعت الحملة مسار غير تقليدي في الدعاية من خلال عدة مراحل. أول مرحلة طبعا الدعاية في الميادين والشوارع، ده ابتديناها عن طريق اللوحات المضيئة واللافتات والملصقات الورقية، وبعد كده ابتدينا نشتغل على عملنا خطة على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا ابتدينا الاول بصفحه المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وصفحه الحزب الشعب الجمهوري. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بالتعاون مع شركة إيفا فارما. وأوضحت المؤسسة أن القافلة تأتي تحت شعار حملة سكرك مضبوط، وذلك للكشف وفحص أمراض الباطنة والسكر والتحاليل وفحص قاع العين بدار السلام بالقاهرة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد. يأتي هذا ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقد تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، إضافة لتحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الأدوات التثقيفية، إضافة إلى الصيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية.
انطلقت عروض مسرح المواجهة والتجوال في 32 قرية ومدرسة ومركز شباب بخمس من المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023. جاء ذلك في إطار المرحلة الرابعة للمشروع. وقالت وزيرة الثقافة إن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستمر في تقديم العروض المسرحية التي تسهم في رفع الوعي وتنمية الروح الوطنية من خلال عدد من القضايا والموضوعات المهمة، مؤكدة أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال قدم عروضه المتنوعة لمختلف الفئات وشمل مناطق كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما بالغا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد المنطقة الصناعية غرب جرجا من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين. تولي الدولة أهمية كبرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هنا بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصنع للبطاريات الإلكترونية متنوعة الأحجام، ويتميز المصنع بجودة منتجاته، وتم من خلاله توفير فرص عمل للعديد من الشباب. احنا بننتج بطاريات جافة وسائلة متنوعة الطرازات 40 و70 و80 و90 و100 و150. البطاريات طبعا احنا ضابطين الجودة، وجودة عالية على أساس تعيش في المناطق الحارة والخدمة الشاقة. المصنع ضمن 178 وحدة صناعية بغرب جرجا، ويعمل على مدار اليوم من خلال عدة ورديات، ويوفر فرص عمل لأكثر من 30 شابا من أبناء محافظات مصر المختلفة. عندنا في المنطقة الصناعية هنا أكثر من عميل بيتردد علينا هنا ويأخذ من المنتج بتاعنا. طبعا الهنجر هنا مساحته كويسة بالنسبة لنا وبالنسبة للمكان بتاعنا اللي في المكان. المرافق هنا يعني متوفرة بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للمية، بالنسبة لجميع المرافق. يعني المنتج بتاعنا منتج جميل ومنتج حاجة محترمة، حاجة محترمة في السوق، وتمام يعني الحمد لله احنا شغالين والمصنع جديد وبنجمع البطاريات والحمد لله تمام. المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين، كما أن تنمية المناطق الصناعية وتطويرها يمثل الحل الوحيد لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلة البطالة. ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب ويوجه بنقله إلى مصر ورعايته طبيا. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتشدد على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية. برنامج الغذاء العالمي يقول إن الوضع في غزة ينهار والمساعدات لا تلبي سوى 10% من احتياجات سكان القطاع. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.